الحساب كله عند الحاج وبالفوائد كمان. مش كده ولا ايه يا حاج؟ كفايه الكلام يا يحيى وسيبهم يفطروا. هياكلوا ولا هيردوا عليك؟ امسك. ايه ده؟ كشك. كشك؟ يعني كل الاكل ده يا حاج وعملنا لنا كشك برضو؟ ابوك بيحبه. انا وعزازي ما حدناش عازي منه. كله لما كانوا يرجعوا ما يلاقوش الكشك ما كنتش اخلص. ما حدش ينادم علي، عايزين نفطر زيكم. ما حدش هينادم عليك يا حاجه ولا حاجه، تليكي بس صعب عليك الحاج يفطر من غير ما ياكل كشك. كفايه يا يحيى، مالك ومال الحاج؟ ماله مالي كيف؟ ده يفوت نايمه في اللحم ولا يفوتش نايمه في الكلام؟ صحفي بيع كلام ماله جرانين. تيجي لستك يا اشرف؟ يجي عند جده. هاتوا يا يحيى، جد اولى بيه. مش كده يا سياده المستشار؟ لحد ما يرجع ابوه بالسلامه ساعتها خدنا ابوه اولى بيه. ما خبراش تاخر ليه؟ عذر مقبول يا ام رحيم، الغايب حجته معاه. لا يا رحيم، دفاع عن الوطن واجب وفرض مش عذر. خد يا ام عبير شوكه والسكينه اهي. مش سي يا حاج، انا ممكن اكل من غيرهم. كنت كالتي، احنا عارفين. خدي يا سلمى، ولا الحكايه مش محتاجي برضه؟ حتى لو احتاجت مش هتخسر. مش انا بيه، اقعدي. حاضر يا حاج. هتضلك الخير. ساعة فطار. ساعة فطار وكل حي خلقه في منخاص. كلي من سكات. طب ما فيش شوكه ولا سكينه ليا انا كمان؟ ما احنا برضه جماعيين. دب يدك في المعون واملي بطنك، ربنا خلق لك شوكه وسكينه رباني ما حدش يشكك فيهم. ما عجبكيش الكلام؟ قدامك الشوك والسكاكين على قفا منيشي. خذي حاجة. ما جايلكيش نفس تاكلي وهو بعيد؟ زمنك جاي. أنا حاسة بيك. قلبي حاسس إنه جاي. الحمد لله على السلامة يا كابتن. كل سنة وأنت طيب يا حاج عثمان. كنت بالصحة والسلامة. تعال الفطار جاهز. لا ما انت عارف العيله كلها تلاقيها متجمعه فوق. طب خد شوب جريجك. تشكر يا حاج. كل سنه وانتم طيبين جميعا. ربنا يجعله رمضان كريم ويكرمنا فيه المولى بالنصر. قولوا امين. امين. امين يا رب العالمين. حاكم دعوه الصايم ساعه ما يفطر منها الباب السما على طول. قولوا امين. امين. طب استاذنك انا يا حاج. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وحشتني يا بابا. انت اللي وحشتني يا حبيبي. كل سنه وانت طيب. السلام عليكم. كل سنه وانتم طيبين جميعا. يلا لا سلام على طعام. كنت اشرف على حجرك انت ولبين زي ما قالت الحجه. يا خبر بلال. بلال مين؟ الرقيب بلال يا حاج السواق. يا بلال. بلال. مش قلت لك اني قلبي حاسس انه جاي؟ انا برضه كنت حاسه ان قلبي مش هيطوع وهيفطر معنا اول يوم رمضان زي ما انا. تعالى فين؟ رايح اطمن على اشرف. اشرف سلام. بقالي 26 يوم ما شفتوش. ربنا يحميك ويحافظ عليك يا شاهين يا ابن حشاي. هي واقف بره ليه؟ لا يعني مالي هتصرف. هتصرف يعني ايه؟ هتقعد من غير فطار؟ لا هروح اكل مع الخدمه اللي في الشارع. خدمه ايه يعني من قله الفطار؟ تعال يا فندم. يا فندم دي في الاشلاء. في الاشلاء حاجه وهنا حاجه. انت هنا ضيف يا بلال وكلنا ضيوف ابوك الحاج عمران. تعال. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. كل يا بلال، الاكل هيبرد. بلريجك يا بلال، اشرح سمك يا ولدي. اهو الحاج اللي بيعزم عليك بنفسه يا بلال عشان تعرف ان كلنا هنا ضيوفه. بقى صاحب بيت
ما دام مد يده معانا في معون. كابتن شهيد كل من الخشب ده جامد قوي. اقعد يا ولدي. واقف ليه؟ اقعد. خير ان شاء الله. لو ما كانش خير ما كنتش ندمت عليك يا ولدي. ان شاء الله خير، ربنا يقدرني ويقدرك عليه. صلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. كل سنة أستنى أول رمضان ما يهل وأقول أقعد معاك لوحدينا، يجي رمضان ويفوت لا أقعد ولا أقول اللي نفسي فيه. السنة دي ما ضامنش عمري، وربنا يعلم هيعوض رمضان وأنا حي ولا قابل ربي. ربنا يطول لنا في عمرك يا حج. ليه بس الكلام دلوقتي؟ طال العمر والله قصر، لازم هنقابل الخالق. طالب منك طلب للدنيا وطلب للآخرة. انت تأمرني يا حاج، رقبتي وروحي ملك يدك. تسلم يا ولدي. اقول لك الاول على طلب الدنيا، تشتري حتة ارض في مكان زين، مصر جديدة، المهندسين 1000 دراع اقل اكتر. ابنيها 5 ادوار كل دور على شقة واحدة، أسكن فيها أنا وإخواتي مش كده؟ مين اللي قال لك؟ وعرفت كيف؟ صح ولا بالصح؟ أمك قالت من قبل ما تقولي. أنا عارف نفسك فيه طول عمرك، نفسك نتلم أنا وإخواتي في بيت واحد مش كده؟ أول دور تسكن فيه أنت وولادك وأمك قبلهم. أنت وهي، أنت مصدق إنك هتسيبنا قريب ولا إيه؟ العمر الطويل لك إن شاء الله. لا، الأعمار بيد الله يا ولدي. اسمعني، معلش، الناس بتكتب وصيتها في ورق عند محامي، وأنا بكتب وصيتي على جبينك وبين عينيك. أمانة يا ولدي، وأنا عارف إن عمرك ما هتفرط في وصيت أبوك. اسمعني يا ولدي، الدور الثاني هيسكن فيه زين العابدين ولده، واللي بعده المنشاو ولده، وفوقه شاهين ويحيى في آخر دور. فرضنا طلعنا رخصة ب7-8 ادوار من قاعد فاطمة والحاج عثمان ونفيسة بعد ما تتجوز هي كمان. لا، بنات له، جوز اختك مش اخوك، مش حطيقه لا انت ولا اخواتك. انا مش حاصلي من البنات، هعملهم بيت زي بيتك وبيت اخواتك بس بعيد. وجوز اختك مش حيوافق يسكن في ملك ابو مراته. اللي تشوفه يا حاج، بس خد بالك انت كده ما فكرتش في اولادنا، هتبني لهم فين هما كمان؟ ابني لهم انتوا، كل اب يبني لاولاده. لكن انا هبني لك الدور اللي فوق خالص ليك انت والحاج. لا، انت هتبني لي جبانه في المنشا جنب جدك. قلت لك طلب للدنيا وطلب للاخره، وصيتي تدفني مع ابوي في البلد. ربنا يطول لنا في عمرك يا حاج. طال ولا قصر، دي وصيتي متعلقة في رقبتك ليوم الدين. طول عمري رامي حمولي على الله وعليك يا ولدي، يد بيدك لما بنيت وحليت وربيت اخواتك، خليها للآخر كمان عليك يا ولدي. هذا الحج، وصيتك في رقبتي. من بكرة هكلم السمسرة أشوف الأرض وهسافر الصعيد بنفسي عشان ألبي طلبك. بس سكت عليك النبي اللي انت زرته، ما تجيبش السيرة دي تاني.